عملية إنزال في كركوك لتصفية واعتقال قادة داعش وعمليات عسكرية للقوات العراقية في الفلوجة. قتلى جدد بين ضباط الحرس الثوري الإيراني في حلب والقائد الجديد لجيش الإسلام يتوعد النظام السوري. مقتل 20 حوثيا بمأرب والدفاعات السعودية تدمر صاروخ سكاد أطلقته الميليشيات باتجاه نجران. الخرطوم تستضيف اجتماعا ثلاثيا بخصوص سد النهضة، وأثيوبيا تستبقه بتحويل مجرى النيل الأزرق وسط قلق مصري. الجزء الأخير من سلسلة حرب النجوم يقترب من كسر أرقام قياسية جديدة ليكون أسرع فيلم يبلغ عتبة المليار دولار من الإيرادات. إسدال الستار على النسخة الثالثة من البرنامج الغنائي The Voice، والفائزة هي الأردنية ندى شرارة.